السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ديالي على القناة ديالي مطبخ مغربية في كندا. دونك اليوم غادي نحضر كتف ديال الغنمي مشوي في الفران. دونك باش غنحتاج لهاد المقادير، بيان سور نحتاجو الكتف، الملحة، سكينجبير، راس معلقة صغيرة ديال السمن، الكمون، 3 معالق كبار الزبدة، 2 معالق كبار التومة، قزبور يابس، الزعفران الحر اللي درته في الماء، وضامة ديال الزعفران الحر، تحميرة، شوية البزار. دونك أنايا غادي نحضر هاد الخلطة باش غادي نماغيني هاد الكسف ديالي. غناخد الملحة، سكينجبير، معلقة ديال الكمون، معلقة صغيرة، غندير 2 معالق، أنا درت 2 معالق كبار ديال التومة لأنني عاود 6، 2 معالق صغار ديال قزبر حبوب، راس المعلقة ديال السمن، شوية ديال التحميرة. أنا هنا التحميرة راه كندرتها غير باش غتعطيني اللون، وشوية البزار، يعني كنديرو غير من العطريه، كنديرو شويه شويه من الحاجه باش نبقاو نحتفظوا على الذوق ديال اللحم مشوي، وضامه ديال الزعفران الحر. وهادشي كامل غنخلطو بهاد الزعفران الشعره او الزغبه اللي رقدتو ديجا في الماء، غادي نخلطو مزيان تنسجموا ليا جميع هاد العناصر هادو. يعني غادي نحاول ندوب داك السمن لان كان الجو شويه بارد، كان قاصح، دونك نحاول انني ندوبو في داك الماء. وغنبدا ندهن، سواء تقدروا تدهنوا بالشيته بحال هذا، هذه الطريقه هذه، وتحاولوا ديروا افتحات باش تدخل لكم العطريه للحم ديالنا باش يجي فريمون من السم. يعني غير جربوا هذه الطريقه وهاد العطريه هذه، راه ما غتندموش، غيجي بنين 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 بواحد الطريقه اللي فريمون خطيره، وبحال بحال ماشي راه بحال اللحم اللي كناكلو في العراسات. يعني في شي مناسبه الواحد يديرو غير هويا في الدار، ولا كانوا غير حنايا بحال هنايا، كنت غير انا والعائله ديالي، يعني كنا غير الزوج ديالي ووليداتي، دونك درنا هنا. غادي نحاول نستعمل سيدية كيف قلت لكم، نقدروا نديرو الشتاء او هذا، يعني بجميع الجوانب غادي ندهنوا هاد لا مارينات اللي حضرنا باش الكسف ديالي باش يتشرب داك العطريه. غنعاود نقلبو عاوتاني، نعاود نشربو تاني مزيان، ونخلي على هداك الجهة اللي غنحطوها الوجه ديالو، يعني غنحطو ولي كتكون لتحت باش كتجينا ساهلة ملي كنبغي نقلبو في الطبسيط ديال التقديم. دونك ها هويا، أنا نسيت ما قلتش لكم في المقادير، غنزيد واحد شوية زيت الزيتون ولا الزيت الرومية اللي بغيتو. أنا درت هنا الزيت الرومية، استعملتها شوية باش تفتي لينا اللحم وما يتحرقش لينا، وزاد دوك معالق ديال الزبدة فوق منه. هنا غادي ناخد لو بابي كويسون ولا ورق الزبدة، غادي نشد هاد اللحم ديالي وغادي نزلطو مزيان بهاد الكاغيط هذا، لانني انا ما خاصو يدير على داك البخار، يعني غنحاول نطيبوها بحال على لافابور، الصهد ديالو غادي يرجع عليه، ونكلك مزيان، غادي نطوي مزيان مزيان مزيان، ما نخليش ليه ملي غيتنفس. وعاد غنزيد البابي الومنيوم عليه عاوتاني، زدت انا دوبلت 2 فوا البابي الومنيوم، يعني 2 المرات. كي قلت لكم ما خاصوش يتنفس وما خاصش الهواء يخرج، خاصو دائما داك الصهد يرجع ليه وغيجي باش يجي طيب. درتو انا هنايا في الفران، خدا مني 2.5 ساعة تقريبا. شوف اللحمه كيفاش طابت، يعني حتى اللحم كان صغير اللي عاوني، وفتي فتي فتي، يعني شوفوا معايا، يعني الفرشيطه هي كتدخل عندي بسهوله بسهوله، وشوفوا اللون اللي جاني، هذاك المريقه اللي خرجت انا راه ما كنلوحاش، انا كنستعملها في حوايج اخرين. تقدروا تديروها في شي كاسرونه وتعقدوها واحد شويه وتحطوها كومين صوص اللي بغاي هكا كيف كنقولوا يغمس، تقدروا ديروا غير هي خاصها تعقد واحد شويه، ولا تحتفظوها، انا كنستعملها بزاف. شوفوا معايا في طريقه التقديم، انا هنايا ما بستعملش الخضره مسلوقه،
لاني كي قلت لكم كنت غير عن انا والعائله ديالي، وكنت دايره انا الطبق ديال السفه ديال الشعريه. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه باش كندير، وغادي نزينو انا غير بشويه الزيتون وطوماط سوريز فرماج والفيلي ديال اللحم. البنات اللي عايشين هنا في كندا انا خديت هاد النوعيه هذه ديال هاد الفيلي هذا، يعني اللحم فيمي حلال، يعني كنلقاو عند لي ديبانور وعند الجزار اللي كيبيع اللحم حلال، يعني متوفر، يعني كيبقى اختياري، يعني طريقه الزين كتبقى اختياريه. تقدروا تستعملوا الخضره مسلوقه او خيزو مشرمل، يعني مره اخرى غادي نتقاسم معكم طريقه، شوفوا كيفاش كيجي كيف زوقتوا بديك الطريقه الفرماج والزيتون والطوماط سوريز. يعني كنطويه بحال هكا على شكل مثلث، ومن بعد كنسدو، يعني كيجي بحال على شكل شي بريوات ولا بحال هكايا، يعني كنبدلو الطريقه. وكناخذ هذا كيغدون وزوقت به، نسيت ما قلتش لكم انا درت الفرماج، كان عندي واحد الفرماج من السم حار، دونك زوقت به حتى هويا مع الطوماط سوريز والزيتون. شوفوا لي اللون كيف جا، كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه اللي وريتكم وما غتندموش عليه، لانه فريمون فريمون كيجي لذيذ وخطير خطير. وهذه هي السفه اللي رافقتها معاه، لان وليداتي كيبغيوها، دونك حضرت لهم الطبق ديال هاد السفه هذا. يعني الا بغيتوها راه غادي نشارك معكم الطريقه، يعني نتمنى انه الطبق يعجبكم نتمنى انكم تجربوه وتبارطاجيو هاد الوصفه مع الاصدقاء ديالكم ومع العائله. وما تنساوش تشجعوني، لان عندي بزاف الوصفات اللي نبارطاجيها مع العائله ديالكم وصحاباتكم والاصدقاء ديالكم. ما تنساوش تشجعوني.